يا خادما أغلى وطن، يا صادقا طول الزمن، يا قاهرا كل الفتن، يا عاملا بلا ملل. أنا فطنة، وذلك يعني بأنني ذكية، أستطيع أن أميز المفيد والضار، الخير والشر. وأنا فطنة لأنني أعي بأن أبي أمي ومعلماتي يريدون لي الخير، لذلك أستمع إلى نصائحهم دائما وأستفيد منها. أنا فطنة لأنني عند ذهابي مع والدي إلى السوق أبقى بجانبهما ولا أتحدث مع الغرباء. لأنني فطنة أستخدم هاتفي المحمول أو الحاسب الآلي لأبحث عما يفيدني فقط وأبتعد عما يضيع لي وقتي. لأنني فطنة فأنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة ديني وحماية وطني من كل فكر ضال. أنني فطنة أنا لا أنشر ولا أتحدث بما يصلني من شائعات. لأنني فطنة أنا أحب مملكتي. وماذا عنكن يا صديقاتي؟ هل أنتن فطنات مثلي؟ ليكن شعارنا معا لمجتمع واع فطن. أنا فطن لأحميك يا وطن. يا خادما أغلى وطن، يا صادقا طول الزمن، يا قاهرا كل الفتن، يا عاملا بلا ملل. يا خادما أغلى وطن، يا صادقا طول الزمان، يا قاهرا كل الفتن، يا عاملا بلا ملل. يا خادما أغلى وطن، يا صادقا طول الزمن، يا قاهرا كل الفتن، يا عاملا بلا ملل.